السلام عليكم ورحمة الله، كنتمناكم على خير. مرحبا بكم في مطبخي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. كنقترح عليكم طرطة أو تحلية كتجي باردة وسريعة في التحضير، ما كتاخدش وقت كتير، بدون فرن وبدون بيض، بمكونات اقتصادية كتوجد في دقائق. وندوزو نشوفو المقادير والطريقة. بالنسبة للمقادير كنحتاجو 6 معالق مايزينا أي نشاء الذرة، 5 معالق بودرة كاكاو مر، لوز مهرمش ومحمر، و 6 معالق سكر. السكر كيبقى على حسب الذوق، ولتر من الحليب، وجوج العلب من البسكوي. أنا دلهز ليا جوج وزدت ربع آخر من البسكوي. وهنا كناخد كاسرول كنوضع الكل فيها وكنضيف ليها الحليب، كنحركها حتى تمتزج المكونات جيدا، ونضيف ما تبقى من الحليب. من بعد ما امتزجت لي المكونات جيدا كنوضعها فوق النار حتى كتعقد بهذا الشكل، وكنضيف ليها 6 القطع ديال الشوكولا وواحد دانيس كبير، وكنحركها. وهنا كناخذ واحد مول مربع او مستطيل، المهم يكون شي مول كبير. كناخذ كاس الحليب كنوضع فيه نسكافي وكنغمس فيه البسكوي وكنستفهم في المول. من بعد ما استفت هذا البسكوي في المول كنوزع عليها الكريمة بالتساوي، وكنوضع فوقها لوز مهرمش كيعطي واحد القرمشة زوينة في هذا الكيك. كنعاود نفس الطريقه حتى كنسالي، المهم هزات لي 4 طبقات من البسكوي و 4 طبقات من الكريمه. الطبقه الاخرى ما كنديرش فيها اللوز، كندير غير البسكوي والكريمه فقط من الفوق.
كنا من بعد ما سالي الطبقه الاخرى كنضيف ليها كاكاو مر ديك الساعات باش ما تكونش ليا القشره، وكنوضعها في الثلاجه حتى كتشد راسها حتى كتبرد، عاد كنكملها تزين. هنا من بعد ما بردات كنزينها بصوص شوكولا خطوطه وحبيبات الشوكولاط، وكنقطعها مربعات وكنقدمها.